تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحب الخلائق إلى الله شاب حدث السن، له هيئة حسنة جعل شبابه وجماله لله وفي طاعة الله، ذلك الذي يباهي به الرحمن ملائكته فيقول: هذا عبدي حقا. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا بعنوان: الشباب أزمات والتزامات، ويأتي بمناسبة أن هذه الليلة هي ليلة شاب من شباب كربلاء قدم على صغر سنه أفضل الأمثلة لشاب يريد أن يكون شبابه وجماله في طاعة الله ولله عز وجل، وبالتالي يكون موضع الافتخار والمباهاة من قبل الله عز وجل للملائكة. سيكون لنا شيء من الحديث إن شاء الله في آخر المجلس عن بعض خصائص القاسم بن الحسن سلام الله عليهما، لكن نحن ننطلق من ذكرى شهادة هذا الشاب إلى بحث في الأزمة التي يعيشها الشباب المسلم في هذا الزمان. لا ريب أنه عند التأمل يلحظ الإنسان جملة من الأزمات يعيشها شبابنا المسلم كلاً أو بعضاً، يعني ربما شاب يعيش هذه الأزمة وآخر يعيش أزمة أخرى وثالث ربما استطاع أن يتجاوز هذه الأزمات إلى رحاب الانطلاق من أسرها. أول تلك الأزمات ما نطلق عليه اسم الأزمة الحياتية الناتجة من بعد المسافة بين الأمل وبين ما يستطيع تحقيقه من أمور. كل شاب عندما يبدأ حياته تبدأ لديه مجموعة من الآمال، يعيش بأمل أن يكون له عمل مستقر،
وأن يستطيع تأسيس عائلة، وأن يحتويه بيت يأمن فيه من مشاكل الزمان. هذا واحد من تطلعات الكثير من الشباب في بلادنا المسلمة. غير أن الذي يحدث أن هناك مسافة بعيدة بين كثير من الشباب وبين تحقيق هذه الأغراض، الحصول على عمل مستقر يشكل له ضمانة، هذا الأمر ليس في متيسر في متناول الكثير، ليس يسيرا، ويبدو أن الأمور مع تطور الانفتاح التجاري والاقتصادي بين الدول سوف تزداد سوءا. يعني آنئذ صاحب الشركة والمؤسسة لا يهمه هذا الشاب أو ذاك الشاب، يهمه زيادة الربح. فإذا كان شاب آخر يأتي ويستطيع أن يأخذ مالا أقل وينتج إنتاجا أكثر يصرف هذا الإنسان غير مأسوف عليه. ولذلك لا ضمان لدى الكثير في هذا الجانب. بقية القضايا الحياتية، تأسيس أسرة بالنسبة إلى قسم غير قليل من الناس، لو وسعنا الدائرة، يعني ليس هذه الدائرة المحلية وإنما في عموم الدائرة الإسلامية، سوف نجد أن تأسيس الأسرة والإنفاق عليها وبناء المنزل شيء من الأمور غير المتيسرة. يرافق هذا أصل الأزمة، يرافق هذا شيء آخر وهو ما نسميه بالتصعيد الاستهلاكي والشهواني اللي يرفع مستوى التوقعات عند الإنسان. يعني نسبة الجمال كانت لدى هذا الإنسان مطلوبة بالدرجة 10، يأتي تصعيد إعلامي لكي يجعله يتطلع إلى نسبة 50. مستوى الحياة كان بالنسبة إلى الإنسان بدرجة معينة معقول، أصبح التصعيد الاستهلاكي والإغراق في هذا الجانب يصعد ويصعد من مستوى توقعات الإنسان. الحالة الشهوانية أيضا كذلك، ما يغرق به الفضاء الإعلامي من تصعيد وزيادة في التوقعات وأن يرفع درجات طلب هذا الإنسان إلى مستويات عالية في المال، في الجاه، في المنصب، في الشهوة، يخلي هذا الإنسان غير قادر أبداً على أن يبلغ المستويات التي يتوقعها أو التي أشير إليها في الإعلام. طيب، أصبح الإنسان يرى في القنوات الفضائية والتي بعضها كما سيأتي بعد قليل هو ضمن توجيه أن يغرق الفضاء الإعلامي الشبابي بإشباع مزيف بشهوات تنقضي مع إغلاق التلفزيون. فالإنسان الشاب أمامه مع هذه الحالة واحد من عدة توجهات، إما أن هذا الإنسان يصاب على أثر أنه يتطلب أشياء ولا يحصل عليها، يصاب بأعراض نفسية كالاكتئاب والشعور بالحرمان وما شابه ذلك، وقد ينتهي بالبعض إلى
طريق المخدرات طيب، أو أنه شيء آخر يجي يقول أنا أستطيع أن أحقق شهواتي هذه ورغباتي، ولكن مو ضمن المسار الاعتيادي، ضمن مسار آخر، ضمن مسار السرقة. ليش أنتظر راتب 3000 في الشهر؟ أستطيع في الشهر أن أسرق 3-4 سرقات وأكون إلي ثروة، أو أبيع أشياء محظورة وغير متداولة بشكل رسمي وأنئذ أبني إلي ثروة. وهذا فد مسلك خطير. بين قوسين أنا هنا أقدم وصفا للحالة، لا أقدم تبريرا، يعني ما أقول هذا عادي، هذا لا قبيح، هذا سيء، ولكن أنت أحيانا تشوف منظر قبيح تقول هذا منظر قبيح، ما قاعد تسبه طيب، وتشوف منظر حسن تقول هذا منظر حسن، ما قاعد تمدح وإنما تصف الحالة. فقسم يسلك هذا الطريق، وقسم ثالث يكبت في داخل نفسه حتى إذا صارت فرصة تفجر هذا البركان الشهواني. وسمعتم قبل مدة وقرأتم في الجرائد والمجلات في مصر في أحد شوارع القاهرة صار حالة من الهياج من قبل الشباب على كل من هو أنثى في ذلك الشارع، محجبة غير محجبة، عفيفة غير عفيفة طيب. وتساءل التربويون وش اللي صار، أكو كبت هنا، أنت تيجي تصعد حالة هذا الإنسان الشهوية إلى أعلى الدرجات وهو لا يستطيع أن يجد مكانا مناسبا لتفريغها، مكانا مشروعا، نظرا لأن الوضع المادي والاجتماعي لا يمكنه من ذلك. اتوقع مثل هذه الأزمات. أو عندنا في البلاد قبل مدة صار أنه مجموعة من الشباب في منطقة من المناطق هاجموا المحلات والدكاكين وسرقوا وأخذوا وإلى غير ذلك. قلت هذه الأعمال كلها مدانة مرفوضة وليست صحيحا، ولا نقدم تبريرا لمن قام بها لأن أكو أمثالهم كثير ما حصل منهم هذه الأمور، لكن نحن نصف هذه الحالة، هناك أزمة حياتية في بلاد المسلمين اسمها أزمة الشباب، يصعدها ويعظمها ما نجد من إغراق شهواني، إغراق استهلاكي يرفع مستوى التوقعات عند الإنسان الشاب، ولا يستطيع الإنسان الشاب أن يقضي حتى جزء من هذه التوقعات، فتحدث مجموعة من الآثار، منها نفسي، منها إجرامي وجنائي، منها غير ذلك. هذه جزء من الأزمة، وفيه حديث طويل، لكن أنا فقط الآن في صدد العنوان. الأزمة الثانية أزمة سياسية عندنا أيضا، أزمة سياسية لدى الشباب المسلم باعتبار أنهم يعيشون في مجتمعات هذه المجتمعات لا تعبأ بهم ولا يشاركون في صناعة مستقبلهم، وليس لهم قرار يرتبط بأنفسهم، هو قاعد يصير مثل باخرة أو قاطرة أينما اتجهت يمينا أو شمالا هو راكب فيها، ما حد يسأله تبي تروح من هالصوب أو لا، تقبل نسوي هذا العمل أو لا، نوقف في هذا المكان أو ما نوقف. شباب المسلمين هم راكبون في سفينة مجتمعات وجدوا فيها من غير اختيارهم، ويسيرون فيها أيضا بغير اختيارهم، لا أحد يسأل هؤلاء الشباب كيف تريدون أن يكون نوع الحياة التي تعيشونها، متى تريدون أن نتوقف،
كيف هي التنمية التي تفكرون فيها؟ لا أحد يسأل منهم ولا يشاركهم في أمر يفترض أنه يتصل بهم اتصالا مباشرا. أي قرار يتخذ في الحالة السياسية هو يخاطب الشباب ويؤثر فيهم تأثيرا مباشرا. غلاء الأسعار أول ما يتأثر به الشاب، بس ما حد يسأل عنه ولا يستشيره أحد. فهناك مشكلة سياسية في بلاد المسلمين، أن العنصر الشاب لا يشاور، لا يسأل، لا يشارك، لا يصنع مستقبله ولا يشارك في بناء مستقبله. طيب، في أي جهة من الجهات؟ هو مثل برغ في ماكينة من المكائن، لازم يشتغل بعد، لازم يمشي. طيب، وهذا هو نفسه اللي أدى في الغرب، أكو ثورة في الستينات صارت اسمها ثورة الشباب. طيب، لأن الشاب الغربي في ذلك المكان تمرد على هذه الآلة الضخمة، يقول أنا صرت ترس من التروس وبرغي في هذا المجتمع، لا أحد يسمع إلي ولا أحد يأخذ رأيي، وكل القرارات على رأسي، أنا لازم أشتغل، لازم أدفع، لازم كذا، لازم كذا، ولكن لا أحد يأخذ رأيي على الإطلاق. ومن الأشياء الجيدة أن هناك يوماً جعلته الأمم المتحدة، وإن كان هالقضايا في بلاد المسلمين ما لها معنى أصلاً، ما حد يسمع، باسم اليوم العالمي للشباب. اليوم العالمي للشباب في 18 أكتوبر، الغرض منه يقول لك أن يتحدث رؤساء المنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى الشباب وإلى مندوبهم. إنه شو تريدون صورة المجتمع هذا؟ طبيعة التطور شلون تريدونه؟ هذا المجتمع مالكم انتو الشباب، راح تنمون فيه وتعيشون وتعملون وتقدمون إلى، كيف تريدون صورة هذا المجتمع؟ هذا اليوم العالمي للشباب. هل حكي قلت لك في بلاد المسلمين أصلا؟ ماكو. طيب، وهذا جزء من المشكلة السياسية. جزء آخر أيضا من المشكلة السياسية، أن الشاب يتوقع أن يكون التقديم والتميز على أثر الأداء والإنجاز، بينما هو في كثير من بلاد المسلمين قائم على أساس الولاء للسلطة الحاكمة. يعني شاب من الممكن أن يكون في أعلى الدرجات العلمية وفي أعلى الدرجات من جهة الإنجاز العملي، ولكن لا يتقدم. من اللي يتقدم؟ من يمدح أكثر، من يوالي أكثر، من يتملق أكثر. طيب، ولذلك تجد هالمجاميع من الشباب الذين لو وجدت لهم المقاييس الصحيحة كانوا يبدعون علما وعملا، يقول لك أنا على وش أتعب نفسي، والحال أن غيري ما دام يقدم الولاء والتملق هو المتقدم، هو السابق. طيب، أعود وأكرر، أنا هنا لست في صدد التبرير وإنما في صدد التوصيف. هذه حالة سيئة، حالة غير صحية، ولكنها موجودة في قسم من بلاد المسلمين. المشكلة هنا أيضا أن في الولاء والتملق على قولهم الكراسي محدودة. الآن هذا المكان عدد المقاعد فيه محدودة، زين إذا كل الناس بغوا يتملقوا وينتموا إلى آخره ويظهروا ولاء، ما تكفيهم كراسي، 10 كراسي، 20، 100، أكثر أقل، ما يمكن للناس كلهم أن يقوموا بنفس الدور، فيصير التزاحم والإزاحة. هذا يريد يزيح ذاك، وذاك يريد يزيح هذا، وعلى هالمعدل. وأحد الكتاب المصريين دكتور مصطفى حجازي عنده كتاب جميل جدا، أنا أنصح
المهتمين بالقضية الشبابية أن يرجعوا إليه، له كتابان، كتاب سيكولوجية الإنسان المقهور، كتاب جميل جدا ويحدد يعني الوضع في الأمة العربية والإسلامية، أن هناك قهر وكبت وهذا واحد من أسباب التأخر، وهناك هدر، هدر للطاقات، طاقات ما شاء الله، ولكن مع ذلك لا تجد أثرا كبيرا لهذه الطاقات. ليش؟ لوجود هدر، خزان عندك ولكن هالخزان فيه ثوب يروح من هالماء ما تقدر تشرب. عندك كتاب الإنسان المقهور وكتاب آخر الإنسان المهدور، كلا الكتابين كتابان مهمان. طيب، فواحد من أشكال الأزمة اللي يتحدث عنها الأزمة السياسية والمشكلة السياسية اللي أحد فروعها عدم المشاركة للشباب، والفرع الثاني أن مقياس التفاضل والتقدم قائم على أساس الولاء وليس على أساس الإنجاز والأداء، هذه أزمة أخرى. والأزمة الثالثة أزمة الوعي. أزمة الوعي معناها شنو؟ معناها أن الشاب عنده معلومات ولكن ما عنده وعي، سقي شيئا، يعني هذا المخ المفروض يمتلئ بالمعرفة اللي تغير حياته ملئ بدل ذلك بمعلومات لا تؤثر كثيرا في مجتمعه ولا في حياته، ملئ بالتسلية، الأشياء التقنية اللي مفروض العالم يستفيد منها، الإنترنت، المواقع الإلكترونية، البلاك بيري، ما أدري، الآيفون، كذا كذا، هذه المفروض أنها تسهل التواصل المعرفي وتكون مكان لصياغة النظريات والاستفادة منها، بدل هذا لدى شباب المسلمين على الأكثر إلى شيء مال تسلية. أكو بعض الكتاب عندهم كلام جميل، يقولوا أن مستشار الأمن القومي الأمريكي بريجينسكي، احنا شو ودانا على ذاك الصوب في ليلة الثامن ما أدري، هذا كان يخطط، يقول هاي المجموعات الشبابية إذا امتلكت وعي ثوري في مقابل الاستكبار الأمريكي تسوي لنا مشكلة، ماذا نصنع إذا؟ خل نشغلها بشيء آخر سماه رضاعة التسلية. شلون هذا الطفل يجيبون إليه مرضعة ويخلوها في فمه حتى يسكت عن الصياح، هذول أيضا نجيب إليهم مرضعة مملوءة تسلية حتى يسكتون عن الصياح والتفكير في أوضاعهم الاجتماعية والمطالبات السياسية، نرضعهم التسلية. لذلك الإنترنت مالنا يتحول إلى ما ترون. طيب، تحول إلى مكان للمواعدات والمغازلات وما أدري كذا عند قسم من الناس. طيب، الحمد لله يوجد جم كبير من الشباب ومن الناضجين، لا، هؤلاء هادفون يستفيدون من كل هذه الأشياء فيما ينفع، ولكن تجد قسم غير قليل في الطرف الآخر. بارحة كتبت لي امرأة رسالة، طيب يعني في هالإطار وإن كان مو الوحيد، تقول أنا زوجي وهو ضمن التصنيف متدين، يعني يصلي وصوم بس ما يترك الانترنت والشاتينج ومحادثات مع نساء وفتيات ومواعدات وكلام، تقول كلام لا يقوله لي، يقوله على هذه الأماكن. طيب، تقول نعم، فمحرم يترك، كثر خير، الله يجزاه خير. طيب، هذا مثل ذاك السكير الخمير اللي يشرب الخمر طول الوقت بس في رمضان يعطل،
فإذا انقضى شهر رمضان قال شنو؟ رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تهفو إلى مشتاقي. شهر كامل احنا صابرين عنها، هي مشتاقة إلي وأنا مشتاق إليها كأس الخمر، فذاك في رمضان وهذا صاحبنا في محرم. عمي الإيمان التزام، الإيمان عصمة، الإيمان جدية وهدف. أنت أيها الإنسان إذا كان يعني بالذات إذا متزوج بعد الحجة عليك أعظم وأكثر. طيب بس تحولت هذه الأمور إلى مثل هذا المعنى، تزييف الوعي. واحد يقول إيه أنا أدخل على الإنترنت وعندي كمبيوتر وكذا، من الجيل الحديث الجيل المعاصر، بس تدخل على وين؟ على بحوث علمية، على قضايا معرفية، على شيء تحقق فيه إنتاج وخدمة إلى نفسك أو إلى مجتمعك أو إلى دينك، أو أنه لا في مثل هذه المواقع الموضوع قسم أريد لهم في الواقع أن يتوجهوا هذا التوجيه، بل أكثر من هذا حتى قسم من الفضائيات الموجودة في عالمنا العربي هي تساهم في هذا الأمر، من جهة تشعل أوار الشهوة وتلهي الشاب والشابة عن حقائق الحياة. هذا واحد من الأزمات التي نعيشها، أزمة الوعي وإبعاد الشاب والشابة عن الحقائق والقضايا التي ترتبط بهم. الرياضة اللي يفترض أنها دواء، يعني الرياضة جزء من الوسائل التي تستخرج فيها طاقات الشباب ضمن حالات الترفيه البريء والتنافس الشريف، تحولت إلى جزء من المشكلة، جزء من المشكلة صار. يعني صار عندنا في عالمنا العربي والإسلامي الرياضة هدف، الرياضة بديل عن التنمية. مو مهم أن البلد يصير فيها تنمية، المهم الفريق الأولمبي يجيب الكاس. إذا ما قدرنا إحنا بعد بأرجلنا نجيبه، خلي نجنس إن شاء الله كل الفريق، المهم نجيب الكاس ونفتخر بين الناس. طيب تحولت هذه إلى بديل عن التنمية، تحولت إلى بديل عن الإنجاز الحقيقي والوطني. تعال شوف ماذا يصرف في هذا الجانب وماذا يصرف، أرقام خيالية بالملايين الحديث. مشاريع عندنا ثقافية تبقى معطلة نظرا لأنها لا تمتلك التمويل، بينما هذه القضايا الإنفاق فيها ببذخ هائل. أكثر من هذا صارت تحدد هذه الرياضة اللي خرجت عن مسارها، أصبحت تهدد علاقات دول، صارت مشكلة بين دولتين عربيتين، ووصلت إلى ما أدري مشاكل عالية جدا لازم يحلوها الرؤساء بكبرهم. طيب فحتى هذا الأمر اللي كما قلت الرياضة نحن معها ضمن حدود التنافس الشريف، استخراج طاقات الشباب، إبعادهم عن المجالات غير الحسنة. نفس الرياضة بما هي عمل فيه تقوية للبدن مطلوب، لكن تحولت إلى جزء من الأزمة بسوء الاستعمال وسوء الاستخدام. فهذه صورة مصغرة عن الأزمات التي يعيشها جيلنا الشاب في كثير من بلاد المسلمين. طبعا في الطرف المقابل نحن نجد بحمد الله الصورة النموذجية والمثالية، شباب الوعي، أكثر الحاضرين شباب يمثلون هذا النموذج، وغير هؤلاء في أماكن أخرى نسب معقولة جدا يشار إليها على أنها حاملة هم الوطن، هم الدين، هم الإصلاح الاجتماعي، تحاول أن تصلح قدر الإمكان. وبهذا المقدار
بهذه النسبة يثبت المجتمع، وإلا وأبيك لو ما مثل هالشباب اللي مثلكم وأمثالكم كانت المجتمعات تسقط. لو كانت الصورة كلها ذاك الصوب اللي تحدثنا عنه ما كان مجتمع يقوم. نحن نحمد الله أن هناك نسبة من الشباب من الشابات هم في هذه الجهة من الالتزام من الجدية من التغلب على الأزمة لصالح الحلول، هذول هم اللي يحفظون مفاصل المجتمع ويتحركون فيه. حتى الحركات اللي في مواجهة تيار الفساد أيضا موجودة بحمد الله، قسم منها شبابية ممكن سمعتوا، هاي لجنة المحبة وأمثالها موجودة هنا وهناك. الظواهر غير الحسنة في البلد، حالات الانحراف الإباحية، حملة القطيف طبعا بالمعنى الأعم يعني كل المنطقة التابعة لأهل البيت عليهم السلام أنها طاهرة، يعني ما فيها مجال للمخدرات وما فيها مجال للتنشيط الإباحي، سعي أكثره من الشباب جزاهم الله خير. وأمثال هذا في كل مجتمع من المجتمعات بهالاسم أو باسم آخر، النوادي خصوصا تلك التي يقوم على إدارتها رجال هادفون إلها دور مهم، ولكن هذا كله نسبة ليست النسبة الغالبة، يعني ربما يشكل هذا الجيل الهادف والجيل مثلا 30 إلى 35%. نحن نحتاج بقية النسبة أن نضعها على مستوى وعلى صراط الجدية والهدفية والالتزام الأخلاقي والديني ونفع المجتمع. وهنا أشير إلى عدة نقاط مذكرا بها. النقطة الأولى هي مسؤولية الإخوة المدرسين والمدرسات. تربنا أيتها المعلمات أيتها المدرسات أيها المدرسون الأفاضل جميعا جزء كبير من مسؤولية الشباب، بل صناعة الشباب قائم على أيديكم. يعني عندما ينظر الشاب بجدية إلى الدراسة والعلم هذا بإيدك، أو ينظر إليه على أنه شنو أهمية هذا وش نستفيد وش يسوي، وإن شاء الله يوم لو يومين واحد غاب أو غير ذلك ما الذي سيحصل؟ الجدية في تناول العلم، المقدار الذي يقول فيه الإمام الكاظم والإمام الصادق عليهما السلام ليت السياط أو السياط، يعني اللي يضرب بالصوت، ليت السياط أو السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. ويقول أن العلم هو الدرجة الأساسية اللي لازم يتفاضل فيها الإنسان، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. طيب هذه تقع على عاتق الإخوة المعلمين والأخوات المعلمات الفاضلات، أنتم في مدارسكم وأنتن في مدارسكم يمكن أن تصنعوا جيلا شابا متميزا أو شابا متميعا بيدكم هذا، وهذه مسؤوليتكم وأنتم محاسبون عليها، وإن شاء الله يقام بها على خير وجه. علموا الشباب الجدية، علموا الشباب العطاء، ليصير الشاب همه نفسه. تحدثنا في ليلة مضت عن المبادرة والسلبية، هاي القيم اعطوها لهم وجهوها لهم علموهم عليها. ترى الآخرون اللي في أماكن بعيدة والمفروض أن ما عندهم هذه القيم يصنعونها، قالوا أنه في ألمانيا في يوم الشباب العالمي الشباب والشابات في بلدة واحدة صغيرة سووا تحف فنية بعملهم، شباب وشابات في منطقة في ألمانيا تحف فنية، وبدأوا يبيعونها لصالح ماذا؟
لصالح بناء مدارس في أفريقيا. هذه الشباب إذا تحركت طاقاتهم عندهم مجال للإبداع. أنت تعال لا تودي هنا وهناك، على الأقل إخوانك وأبناء مجتمعك اخدمهم، وإلا مجالات العمل كثيرة. وعلموا الشباب والشابات على الجدية والعطاء، هذا واحد. الأمر الثاني نداء إلى الإخوة في الأندية، والحمد لله قسم غير قليل من الأندية عندنا يتبناها رجال أفاضل. النادي مرة يأخذ طاقات الشباب في حالة الكرة والرياضة، يستقطب طاقاتهم بالتالي، وهذا عمل معقول. ومرة أخرى يفجر طاقاتهم باتجاه الإنتاج والعمل، حولوا النادي إلى ورشة عمل اجتماعي يخدم المجتمع. مو إلا لازم واحد يقدر يحرك رجله أو يحرك إيده حتى يستقطب إلى النادي، خلوا ذاك اللي يحرك فكرة أيضا مستقطب إلى النادي. خلوا هذا الإنسان المنتج الفكري والفني أيضا جزء من النادي حتى يخدم المجتمع. يعني أنت تجي تستقطب طاقة الشاب وترد طاقة شاب آخر إلى المجتمع، تصبها فيه في شكل إنتاج. وهكذا الحال بالنسبة إلى جهات أهل الخير من التجار ومن أرباب المال أيها الإخوة، بل والعلماء والخطباء ورجال الدين. العمل على تربية الشباب وتهيئة الشباب جزء مهم من القربات الإلهية. لا تتصور أنه أنت إذا أنفقت في مجال شبابي أنت خسران، لا، أنت متقرب إلى الله عز وجل، لأنك أنت راح تخلق جيل يأثر على كل المجتمع تأثير إيجابي. إذا خلقت شابا هادفا يعني في المستقبل صنعت أسرة ما فيها مشاكل، خلقت شابة هادفة يعني قضيت على الفساد في المستقبل، فأنت في الواقع لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فالإنفاق في مجال تنمية الشباب، التنمية الإنسانية، التنمية البشرية، التنمية الأخلاقية للشباب، هذا أمر من أعظم القربات إلى الله عز وجل. إحنا الحمد لله عندنا المؤمنون يقومون بأعمال قربية كثيرة. الآن في محرم ما شاء الله الإنفاق، جزاهم الله خير. على المساجد الإنفاق بلا حدود، جزاهم الله خير. على الإطعام الإنفاق بلا حدود، جزاهم الله خير. لكن خلي أيضا خصوصا الفئة الواعية تتبنى ذاك، ما نقول ذاك ليس ولا ذاك إلى أهل ورجال وجزاهم الله خير وهم قائمون به على أحسن وجه، لكن هذا الإنسان اللي عنده وعي بالأزمة التي يعيشها مجتمعنا وشبابنا، خلي يجي يصرف مال ويتحرك في اتجاه إنقاذ هذا الجيل الشاب. خلي تصير عندنا قضية الشباب ملف مفتوح. إذا كانت بعض الجهات، وزارة للشباب نحتاج، وزارة الشباب مو يعني الرياضة والكرة، طيب هذا موجود وفيه الكفاية وفوق الكفاية، له وزارة تفكر في أحوال الشباب، في أزماتهم، في قضايا. إذا ما نقدر نسوي هذا نسوي هيئة شبابية، هيئة للشباب تفتح ملف الشباب طول عام وتناقش فيه وتأخذ اقتراحات وتتواصل مع الناس وتتكلم مع الشباب أنفسهم، ورش عمل، ما هي المشاكل، ما هي الحلول، ماذا نصنع. سوف تجدون لو استطعنا أن نتحرك بهذا الاتجاه خلال سنوات أن وضع المجتمع يتغير. الفئة المؤثرة في المجتمع مو مثلي وأمثالي من كبار السن، الفئة المؤثرة والفاعلة
في المجتمع هي هاي فئة الشباب من 15 سنة إلى 30 سنة، هي هذه الفئة المؤثرة. إن صلحت صلح المستوى العام في المجتمع، وإن لا سمح الله فسدت أيضا كانت الصورة العامة فاسدة. فنحتاج أيها الإخوة إلى أن نتحرك في هذا المجال على مستوى الدراسات، على مستوى تشكيل الهيئات، على مستوى إبقاء ملف الشباب مفتوح طوال السنة، أخذ آراء الشباب أنفسهم، مناقشتهم الشابات، والعمل على تطبيق الخطوات التي يتفق عليها، حتى يصير عندنا ذلك الذي تحدث عنه الحديث الشريف من رسول الله محمد. حب الخلائق إلى الله عز وجل شاب، أحب الخلائق إلى الله شاب حديث السن، 14 سنة حديث السن، 13 سنة حديث السن، 15 سنة حديث السن، وهكذا له هيئة حسنة. ليش يقول هنا هيئة حسنة؟ لأنه عادة الهيئة الحسنة تغري بالانحراف إذا لم توجه توجيها سليما. له هيئة حسنة فجعل شبابه وجماله لله عز وجل وفي الله عز وجل. شاب أو شابة ماكو فرق، بالعكس الشابة أيضا في حالة الهيئة الحسنة أوضح الأمر، ولكن بدل أن يروح ذاك الصوب جاء إلى طريق أهل اليمين. هذا الذي يباهي الله به ملائكته ويقول هذا عبدي حقا. زودت بكل هالأشياء، القدرة الشهوية، الجمال الظاهري، بدل أن يستعمله فيما حرم الله استخدمه فيما أحل الله وطاعة الله عز وجل. الشاب الذي هو في حداثة السن إذا صار عنده توجه إلهي هذا استثناء شيء آخر. القاسم بن الحسن سلام الله عليهما لم يكن هو الوحيد من أبناء الحسن اللي استشهد في كربلاء، استشهد في كربلاء من أبناء الحسن 3 وجرح 4. عبد الله بن الحسن الأكبر، أكبر من القاسم، استشهد في كربلاء، وأكو عبد الله الأصغر استشهد في حجر الحسين عليه السلام. لما صرع الإمام الحسين وبقي على الرمضاء خرج هذا لعل عمره 11 سنة، 11 إلى 12 سنة، انفلت من المخيم وجاء إلى عمه مسرعا وجلس في حجره مستند إلى عمه، عمه ينزف دماء. فيها الأثناء جاء بعض الأعداء لكي يضرب الحسين بالسيف. هذا ما عنده لا درع، ما عنده شيء، ولكن عنده قلب وعنده دفاع، فرفع يده قائلا يا ابن الخبيثة أتضرب عمي؟ شال إيده هكذا، ذاك أهوى بالسيف على يده فقطع يده وهي معلقة بجلده، فصاح عبد الله هذا الغلام قال يا عم لقد قطعوا يدي. فقال له الحسين صبرا صبرا، لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم، وظل ينزف إلى أن استشهد إلى جانب عمه الإمام الحسين عليه السلام. هذا الثاني. والثالث اللي جرح الحسن بن الحسن المعروف بالحسن المثنى، هذا قاتل قتال شديد وجرح وأغمي عليه، بعد المعركة أفاق، شاف أنه القضية انتهت. بعض أخواله من بني فزارة كانوا في صف الأمويين، لما شافوه أفاق من غشوته أخذوه وحموه
وعالجوه وطاب، ومنه كان نسل الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. نسل الإمام الحسن غالبا من الحسن المثنى، والرابع هو القاسم بن الحسن اللي أفرد إليه يوم خاص به ويستاهل القاسم. شاب عمر 13-14 سنة، حلاوة الحياة في عينيه، آمال الحياة بعده أمام مناظري، يريد يحقق في حياة أشياء كثيرة، لذلك يشتاق إلى الحياة، ما يشتاق إلى الموت. لكن هذا الغلام الرجل الكبير في عقله وفي وعيه، عندما خطب الحسين ليلة العاشر من المحرم في أصحابه وقال لهم: أما أنت يا فلان فتقتل كذا، وأما أنت فتقتل كذا. القاسم يدري قسم يبقون مع النساء وقسم يقتلون، فقال: عم أبا عبد الله، وأنا في من يقتل؟ لولا أبقى ويا النساء. فسأله الحسين: كيف الموت يا قاسم؟ فقال: فيك والله أحلى من العسل. لاحظ الفرق، أنا فد مقارنة أقارن إليك وأمشي عنها. إسماعيل النبي ابن إبراهيم النبي لما قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال له ابنه ماذا؟ افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أنا أصبر على هذا، الموت طعمه سيء ولكن أصبر على ذلك. القاسم مو يقول أنا صابر، يقول أنا ملتذ بالموت في سبيلك يا أبا عبد الله. الموت عندي فيك أحلى من العسل، مو قضية صبر، قضية اشتياق وحلاوة أجد هذا الموت. هذا مستوى رفيع جدا من المعرفة، ولذلك بالفعل صدق قوله هذا، ما كان يبالي بالموت. واحد في وسط المعركة، عشرات الألوف من السيوف المرفوعة والمشرعة، يحني رأسه أمامهم حتى يصلح نعله، شنو هذا العمل لو لم يكن مستهينا بالموت إلى هذه الدرجة؟ احنا تحدثنا في سنة من السنوات عن أن هذا حتى بالميزان العسكري والقتالي هو كان القرار الأنسب، بس الآن من تحدث عنه؟ لذلك لما صار الدور عليه بعد أن صرع الأنصار وصار الدور على بني هاشم واستشهد علي الأكبر وجاء أبناء الحسن واحدا بعد واحد، جاء القاسم بن الحسن إلى عمه الحسين وقال له: عم أبا عبد الله، ائذن لي بالقتال. لما الحسين شاف، الحسين هو اللي ربى القاسم، يعني 13 سنة تقريبا كان تحت 12 سنة كان تحت تربية الإمام الحسين، لأن والده استشهد الحسن المجتبى وعمره سنتين، فقريب من 12 سنة هو في ركاب عمه يتأثر به ويربيه الإمام الحسين. لذلك لما رآه اعتنقه وظلا يبكيان حتى وقع على الأرض من شدة البكاء. هذا الموقف احنا ما نشوفه، يعني الحسين نظر إلى وجه علي الأكبر وسالت دموعه، لكن القاسم اعتنقه وضمه إلى صدره. القاسم يبكي من جهة والحسين يبكي من جهة، كل منهما يودع الآخر حتى وقع على الأرض. قال له: بني قاسم، اذهب وودع عماتك وأمك. ذهب يودعهن، فأحطن به إحاطة السوار بالمعصم. هذه تنادي في أمان الله، تلك تقول في دعة الله. ودع النساء انفرد بأمه، ودعها أوصته بوصاياها وأوصاها بوصيته، ولزمة ترجع بس كينا عم تبحل قد شيء ومن الخدير مذهول.
ابني جاسم الوكيل حيلك العمك ضم لها اليوم انا اذا خيرتك بالك تخيب ظنوم هز الرموح وتجن وحيد بكربلاء المن أضم من حيني رايح أنا يا والدة من غير ما تقليلي ودع أم قبل رأسها أراد أن ينطلق تذكر وصية للا أمه وصيت يمه وصية تريد تردين لافظ جواب شباب وينهم حتى يشوفوا الشباب شبان لو شفتيهم بالله ذا ذكر شبابي محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي ودع امه انطق الى الميدان راجلا عظم الله اجرك ابا عبد الله بدأ يقاتلهم وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهين بين أناس لا سقوا صوب المزر قاتل قتال الأطال قال حميد بن مسلم خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر الله أكبر ماذا سيصنعون بهذا القمر خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر وفي يده سيف وفي رجليه نعلان ساعة وإذا انقطع جسع عليه أهو القاسم ليشده جاء اللعين عمر بن سعد الأزدي رافعا سيفه ضرب القاسم على مفرق رأسه أين المنادي وقاسما تفتتت هذه الزهرة المحمدية سال دم القاسم من رأسه هوى إلى الأرض ينادي عم يا عم أدركني جاءه الحسين نادى عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك بجاء ونادى يا جاسم شبيدي يا ريت السيف حز قبلك وريدي هانيكم تخلوني وحيد جلس الإمام عنده بدأ يمسح الدم عن وجهه ورأسه بينما هو كذلك أغمض القاسم عينيه وفاضت روحه وجابه ومدد ما بين خود بجاء اجت امه
خلفت والدة ترعى نجوم السماء بالليل بالسهر اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل اللهم